عيون جل مغمرات يا حي مركوب مشاهدينا الكرام، هكذا انطلاقات صباح هذا اليوم تتواصل في صندوق ميدان الساد، ونخبة من الشعارات تحضر كتستعد وتظهر السبق بميدان الساد. شوط الأبكار الثالث الصعوب، أعلنت انطلاقته متمنين التوفيق والسداد والنجاح للجميع بإذن الله تعالى. إلى المقدمة نسير إلى صدارة هذا الشوط، ونتابع شعار بن إشهاب بن حمد بن متعب، ولا هذه المنصور بن هادي بن بيحان. الزود الزود استلمت المركز الأول منذ بداية الشوط، انطلق إلى الصدارة. المركز الثاني اللي من الجانب الآخر، لكن بنشوف شعار راع الخشمة حمد بن محمد بن كرين، وصل بالرصاص، وصل سالم بالرصاص بن سالم العامري. ياتينا مشاهدينا الكرام بالشاهينية تاخذ المركز الرابع، مالك رعد اللي فاز منذ لحظات حقق الفوز والانتصار. منصور بن محمد بن عنودة يظهر راعي خريمة، لكن شوف 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 يلي واصله ما شاء الله تبارك الرحمن، احمد بن عبد الله بن بدر العامري. يا سلام يا سلام، تكريم تكريم، تنطلق الى المركز الرابع احمد بن عبد الله بن بدر العامري، خذت المركز الرابع. يوه يا سلام يا الدخول، شوف هيجاد بن وديمة بن وديمة يفرق الصفوف من مركز الى مركز. يا اخوان لا تضيعون المتعة، افتح الطريق يا راعي اليسار الابيض، شوفها مشتعلة وانت تتابع ومرتاح. عموما على كل حال، بن بيحان بن بيحان يخطف المركز الاول، لكن الجمهور له دور في حجب الروية. ام بن عنودة ام بن عنودة له كلام اخر، لكن بن بيحان عموما على كل حال. سلامي الى النهضة الى العاصمة، تهانينا والناموس لمنصور بن بيحان المنهالي، يحقق الفوز والانتصار. وهذه الزود عندها، الزود عندها كل ما فيه الكفاية. هذه الزود الشكل الجميل، منصور بن هادي بن بيحان المنهالي ينتزع المركز الأول بالزود، الثاني لمنصور بن محمد بن عنودة، الثالثة 28 إذا 28 لهلال بن عبد الله القليبي، وإذا 38 الشاهينية سالم بن محمد بن رزرب. عموما على كل حال، دقيقتين 19 ثانية، منصور بن هادي بن بيحان المنهالي ينتزع المركز الأول بالزود.